أقيمت صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع الفاتح في إطار الحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتجنب التجمعات والاختلاط خلال مناسبة عيد الأضحى المبارك، حفاظا على الأرواح والصحة العامة، حيث اقتصر أداء الصلاة على عدد محدود من المصلين لم يتجاوز 30 مصليا. الله أكبر، 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 الله أكبر. وخلال خطبة العيد أشار فضيلة الشيخ الدكتور عدنان بن عبد الله القطان خطيب جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي، أشار إلى فضائل عيد الأضحى وما يتوجب على المسلم فعله، كما دعا فضيلته المواطنين والمقيمين إلى مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإقبال على التطعيم حتى تعود الحياة إلى طبيعتها، محذرا في الوقت نفسه من أخذ المعلومات من غير مصادرها الرسمية. أيها الإخوة والأخوات في الله، ولا يفوتنا أن نذكر الجميع من المواطنين والمقيمين في هذا الوطن العزيز الغالي بأهمية الالتزام بتعليمات الفريق الوطني جزاهم الله خيرا للتصدي لفيروس كورونا، للحد من انتشار هذا الوباء، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على الصحة والسلامة، ولكي لا نفقد أحباء وأعزاء لنا بسبب لحظات من الاستهتار والاستخفاف بالعواقب، كما ندعو الجميع إلى وضع المصلحة العليا للوطن غاية نبيلة نعمل على بلوغها من خلال المبادرة بأخذ اللقاح والتطعيم والمساهمة في تحصين المجتمع وحفظ الأرواح والأنفس وتسريع وتيرة العودة للحياة الطبيعية. واحرصوا حفظكم الله على ترك القيل والقال وتناقل الأخبار عمن هب ودب، ولا تأخذوا المعلومات عن هذه الجائحة إلا من المصادر المعتمدة الموثقة، سداً لأبواب الإشاعة والإرجاف ونقل المعلومات التي تضر ولا تنفع.